خلونا كده نشوف رؤية فنية وتحليلية لهذه المباراة، وإلى أي مدى ممكن نشوف صلاح وكعادته بيتألق في المباريات الكبيرة. بينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الفني أحمد الجوهري. صباح الخير عليك يا جوهري، وأحد ممتاز بيعود طبعا بقوة وكعادة الدوري الإنجليزي. صباح الخير خير على الساده المشاهدين، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام وزي الفل، واعتقد الماتشات اللي زي دي بيبقى كل عشاق الكوره يعني قاعدين بيتفرجوا من اول كده القرعه بتاعت الدوري الانجليزي. امتى الماتشات اللي احنا هنقعد ويعني قدام التلفزيون ما نتحركش؟ طبعا خلي بالك برضو يعني الجيل القديم او الجيل الجديد بالنسبه لهم مانشستر يونايتد ليفربول ماتش من الماتشات اللي هي الكلاسيكيه او الكلاسيكوس الموجوده على مستوى العالم، وخصوصا كده بتتكلمي على فرقتين ليهم باع كبير في الكره الانجليزيه والكره الاوروبيه، بتتكلمي على فرقتين عندهم شعبيه كبيره جدا على مستوى العالم. مانشستر يونايتد توب فايف على مستوى الشعبيه، حتى لو حصل دروب بقاله دلوقتي اكثر من 10 11 سنه بعد سير اليكس فيرجسون، لكن بيظل هو مانشستر يونايتد. صلاح مانشستر يونايتد بالنسبه له، ليفربول تحديدا، يعني صلاح في اخر السنين بالنسبه له مانشستر يونايتد هو من الفرق اللي دايما بيسجل وعمل مباريات كبيره جدا قدامهم. اعتقد النهارده في بدايه الموسم الدوافع كلها عند الفرق عاليه جدا، فممكن نتفرج على مباراه كبيره ان شاء الله النهارده يعني. طيب من اللي انت متابعه في الجولات اللي فاتت للفرقتين بشكل عام كده، انا عارفه ان لسه المؤشرات مش باينه، بس احنا شايفين الحمد لله صلاح داخل بقوه وليه دور وكعادته وبيقبل التحديات دائما، بس برضو كلمنا من الناحيه الثانيه، شايف المجهود اللي كان بيقدمه مان يونايتد في الجولتين اللي فاتوا ايه؟ يا خلينا نبتدي بالسؤال الاخراني. مانشستر يونايتد يا مرهان اصطدم بخصم عنيف جدا السنه دي وهو برايتون. كان برايتون عمل، لما بتكلم على الجوله اللي فاتت، برايتون عامل بدايه سيزون ولا اروع، فاز في اتعادل في المباراه الاخيره مع ارسنال، وكسب مانشستر يونايتد، وكسب ايفرتون في ملعب سان جيمس بارك ملعب ايفرتون. فهو اصطدم بفريق جايز على الورق المفروض مانشستر افضل من برايتون، لكن برايتون بادي بموسم قوي جدا. هو فاز المباراه الاولى بصعوبه مانشستر يونايتد، لكن كان عنده مباراه صعبه جدا امام برايتون. الناحيه الثانيه ارني سلوت، والبدايه انا في رايي ان هي يعني ممتازه. اول اختبار حقيقي النهارده لارني سلوت هنشوفه امام مانشستر يونايتد امام تين هاج. بالنسبه لي مباراه، وجهه نظري، مباراه مانشستر يونايتد مهمه جدا جدا جدا. ليفربول لو قدر ان هو يتخطى مانشستر يونايتد هتدي دفعه كبيره جدا للعيبه، هتصدق في ارني سلوت، هو نفسه هيصدق في البروجكت اللي هو جاي يشتغل عليه، وهتفرق كتير جدا 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 كمان مع فرقه ليفربول في مشوار الدوري، لان بعد كده عنده بقى فرق في رايي ان هي هتبقى في المتناول. يعني بنتكلم على بورنموث، وولفرهامبتون، كريستال بالاس، انا هنا بكلمك على الدوري. بعد كده عنده ليفربول جايز في وهيصطدم ليفربول، عنده تشيلسي متاسف، وبعديها ارسنال. كان عنده ثلاث مباريات في المتناول، اعتقد دول ممكن يدوله دفعه لو قدر ان هو يفوز النهارده. قبليهم طبعا عنده مباريات الشامبيونز ليج بنظامها الجديد، لكن في المجمل انا بشوف ان النهارده هي مباراه كبيره جدا لارني سلوت، تفرق معاه بشكل كبير جدا في بدايه الموسم، خصوصا ان مانشستر سيتي برضه مكمل على نفس الطريقه بتاعته وبنفس الاسلوب، مش هيدي فرصه لحد يعني. طيب صلاح، ومتابعتك ليه في بدايه وانطلاقه البريمير ليج؟ بص، بالنسبه لي صلاح، الفكره ان احنا لما بنيجي نتكلم على صلاح احنا كمصريين فبيبقى بيقول لك زي بيقولوا الشهاده مجروحه، بس انا هكلمك كصلاح مش اللعيب المصري، انا هكلمك صلاح اللعيب العالمي. بالظبط. اللعيب اللي انا بشوف ان هو في رايي ان صلاح كمان مش واخد حقه. صلاح بيعمل حاجه في الكوره بغض النظر عن الاهداف، ان صلاح كل سنه مريهان، لو الناس كده او الساده المشاهدين تراجع طريقه لعبه كل سنه هتلاقيه ان هو بيتغير. يعني في الاول كان جناح اللي هو قريب من الجول اللي بيتبني عليه اللعب هو ومانيه اللي هم يجيبوا الاهداف، وبعدين لما مانيه ما بقاش موجود ابتدى يغير طريقه لعبه، بقى شويه بلاي ميكر، شويه اللي هي شويه بيعملها مع منتخب مصر، بيبقى هو الكرييتور او هو اللي بينفذ او بيبقى صانع للعب. اوقات كتير قوي شفناه مع ارني سلوت على فترات بيبقى اللي هو
الوايد وينجر او اللي ماسك الخط، الجناح اللي ماسك الخط، اوقات كتير قوي بنخش بنشوفه ان هو قريب من الجول. انا بشوف ان صلاح بصراحه لعيب اسطوره، لعيب كبير، تاثيره قوي جدا 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 على ليفربول. اعتقد ان هو يعني امل ليفربول السنه دي في المنافسه على الالقاب. بنتمنى طبعا لصلاح كل التوفيق في مباراه النهارده. يا جوهري بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. المحلل الفني احمد الجوهري كان معانا عبر الهاتف، ومتابعه وتوقعات اكيد باذن الله كلها تكون يعني مشرقه فيما يخص محمد صلاح.